من أعيانها المشهورين، وقد رحل أبناؤه من بعد وفاته إلى جهات متفرقة بالمنوفية والبحيرة والدقهلية، كما عهد إبراهيم باشا وخلفاؤه من ولاة مصر إلى عائلة جويلي بخفارة المنطقة من باب النصر إلى الحدود الشرقية. وكانت العائلة تشارك في ترحيل المحمل الشريف إلى الأراضي الحجازية في موسم الحج. وفي أثناء الحروب كانت القبيلة والعائلة تساهم في حماية الحدود الشرقية عند العريش، وكانوا يحملون الذخائر إلى الجيوش في المكان المطلوب. وفي عصر سعيد باشا عندما أوكل لفرديناند ديليسيبس حفر قناة السويس، كانت العائلة تقوم بتوريد الأنفار الذين يعملون في الحفر. وهكذا عادت العائلة، عائلة جويلي، إلى المقدمة، إلى مكان الصدارة ومنزلة الجدارة كعهد الناس بهم دائما بهم. وعندما تولى السلطان حسين كامل الحكم كان وكيل القبيلة الحاج سلامة سلامة جويلي، وكان من أقرب أصدقاء السلطان، كذلك كان من أعز أصدقاء الملك فؤاد، والذي أنعم عليه بنشان النيل كما منحه رتبة بكوية في أكتوبر سنة 1919. يا معشر عائلة جويلي، هذه نبذة من تاريخ العائلة منذ أن نزلت أرض مصر حتى الآن.